كما كتعرفوا ان هذه الفئه من المغاربه القاتنه بالخارج اليوم حسب الاحصاءات ديال وزاره الشؤون الخارجيه والشؤون الافريقيه والمغاربه القاتنه بالخارج تصل الى 5 مليون. اليوم كتعيش متغيرات ديموغرافيه سوسيو ثقافيه، وبالتالي الجواب يجب ان يتناغم ويتناسق مع هذه المتغيرات اللي من خلال هذا الجواب نحن نشتغل. اولا على مؤسسات الجواب المؤسساتي بتنسيق مع كل المتدخلين في هذا الملف، لان هذا الملف لا يعني فقط وزاره المغاربه القاتنه، المنتدى بلدى السيد وزير الخارجيه للمغاربه القاتنه بالخارج هو ملف افقي، بالتالي العمل ديالنا تعزيز الاستراتيجيه الوطنيه اللي مترجمه في المحور الخامس للبرنامج الحكومي، واللي تؤثرها الرؤيه الملكيه الساميه على اعتبار ان هذه الفئه عندها عنايه خاصه لدى جلاله الملك حفظه الله، ثم مؤثره ايضا بمقتضيات دستوريه واضحه الفصل 16 الفصل 17 الفصل ايضا 163. تنزيلنا لهذا البرنامج الحكومي غادي يمشي في تطوير الخدمات الموجهه لمغاربه العالم من اجل لمزيد من تعزيز جرعات الثقة الارتباط ببلدهم، أيضا تعزيز العرض الثقافي اللي كينسجم مع هذه المتغيرات اللي قلت، لأن اليوم المغاربة القاتنة بالخارج ماشي هو ذاك الجيل الأول فقط، هي أجيال صاعدة، بحيث أن 45% من الشباب، بالتالي وجب أن يكون عرضا ثقافيا منسجم مع هذه المتغيرات. عندنا 21% مزدادة بالخارج، بالتالي عندنا أجيال متنوعة اللغات متنوعة الانتماءات، وهذا واحد الغنى بالنسبة للمغرب. وكذلك المغرب في عرضه الثقافي وجب أن يكون، وهذا اللي كنشتغلوا عليه، أن يكون هذا العرض بما تزخر به المملكة الحمد لله من التسامح من الاعتدال من القيم اللي هي راسخة في التاريخ، أن يكون هذا العرض جواب للإشكالات اللي كتطرحها اليوم إشكالية الهجرة بالخارج. وبالتالي أنا أعتقد أننا أنا عندي قناعة أننا سنجتهد وغنعملوا مع كل المتدخلين المؤسساتيين، هيئات الحكمة، المؤسسات الاستشارية، وأيضا القطاعات الحكومية من أجل المأسسة ديال هذه العروض، العرض الثقافي، كذلك الخدمات نتوجه فيها للرقمنة أكثر من أجل نخاطبهم باللغه، لان الاصل ان اغلب مغاربه العالم هو في العالم الرقمي، بالاضافه سنتوجه الى الرقمنه اكثر، ثم سنتوجه ايضا لمخاطبه لتنسيق اكثر، مؤسسه اكثر، من اجل الاشتغال على ربط واحد الفئه اللي هي فئه الشباب. هناك واحد التشبيب كبير للمغاربة القاتنة بالخارج يصل إلى تقريبا 45%، تتجاوز سنها الأربعين سنة، بالتالي سنعمل على التوجه معهم. والمحور الذي سنعمل عليه كذلك هو في علاقة بالأوراش المفتوحة في بلادنا وتعبئة الكفاءات. اليوم 17% من المعرفة بالعالم هي مغربية، إما من أصل مغربي أو مغربية تخرجت من المدرسة العمومية والمدرسة المغربية، بالتالي سنعمل على مؤسسة هذه المعرفة والخبرة المغربية بالخارج بالتعبئة، بربط الجسور المؤسساتية، وإن شاء الله غادي تعرفوا يعني المستجدات اللي كنشتغلوا عليها في تعزيز الرصيد اللي موجود. ثم هناك فئه من المغاربه القاتنه بالخارج كما كتعرفوا اللي عندها وجدعيات اجتماعيه، وجب الاعتناء لها بما يليق ايضا بتلبيه المطالب المستعجله، وايضا بما يليق وصوره المغرب، بما يليق واشعاع المغرب، وبما يليق ايضا والتوجه خاصه الى خدمات في المستوى، خدمات مرقمنه، وهذا الحمد لله كذلك سنشتغل بنفس افقي، لأن أغلب الملفات هي ماشي ذات العلاقة بمغاربة بهذه الوزارة، عندها علاقة بوزارة العدل، عندها علاقة بوزارات أخرى، وزارة الداخلية، وإن شاء الله الحمد لله أعتقد أن التجربة اللي درتها اللي تشرفني جلالة الملك حفظه الله أن نشتغل في ملف أفقي اللي هو البيئة والتنمية المستدامة، نجحنا الحمد لله، لأن اللي كنسهروا عليه واللي كيحكمنا هو الصالح العام،
وهو خدمة الوطن وخدمة هذه الفئة من المغاربة بدون أي اعتبار آخر. سنكون منفتحين على كل الفئات، كل المتدخلين، وسنشتغل من في هذا المنطلق من قناعة راسخة بأن نشتغل بحس وطني اللي كيجمعنا هو الصالح العام، وهو صالح هذه الفئة من المغاربة اللي الحمد لله الاشتغال معها والاشتغال في ملفاتها شرف لي، وأيضا حقيقة واحد الغنى كبير للمغرب على كل المستويات.